ثم إن الله تعالى بيّن في محكم كتابه وبيّن نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن فريضة من الفرائض إلى أن تقوم الساعة، لا يسقطها عدل عادل ولا علم عالي. فالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن لا يسقطها عدل عادل ولا علم عالي، لأن القاعدة المجمع عليها أن حسب العادل من العدل وحسب العالم من العلم أن يكون كل منهما صوابه أكثر من خطأه. أما السلامة من الخطأ فلم تكتب لغير المعصوم، لذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى فرضاً فرضه الله تعالى وأوجب القيام به وتوعد على عدم القيام به. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للذين يقومون بالنصيحة، قال لهم المقولة المشهورة المعروفة: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. يعني النصيحة بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، فلا بد من التقييد بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. قال عنها عمر بن الخطاب: لا خير فيكم أيها الناصحون إذا لم تقولوها، أي النصيحة، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. ولقد قال ذلك بعد أن وقف من النصيحة ذلك الموقف الذي هو أسوة فيه رضي الله تعالى عنه. فلقد جاءت الرواية عنه أنه رضي الله تعالى عنه قال: ما معناه؟ إنه لا يعطى في الصداق أكثر من ما أعطي في صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية. قال ذلك سياسة منه لمصلحة النكاح الزواج وتيسيرا لأمره، لأن النكاح والزواج هما ملاك وجود هذه الأمة وكيان هذه الأمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم. وما يترتب على الزواج من تحقق المصالح ودرء المفاسد معروف واضح. فعمر أراد سياسة منه لهذه المصلحة لأنه أمير المؤمنين ومجتهد، أراد أن ييسر أمر الزواج حتى لا يحول بينه بين من يريده من الرجال، لا يحول بينه وبينه كثرة المهر والتكاليف وما إلى ذلك. فأصدر قراره وهو أمير المؤمنين بأن لا يزيد صداق امرأة على صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. فقامت له امرأة وقالت له: يا أمير المؤمنين، تعترف له بأنه أمير المؤمنين، يعطينا الله وتحرمنا؟ أو ما قال الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا؟ ومعلوم أن القنطار يفوق 12 أوقية بأضعاف مضاعفة، العقدة الكبيرة من الماء. فماذا كان من عمر تجاه هذه النصيحة وهذا التوجيه وهذا الإرشاد وهذا التنبيه والإرشاد إلى الصواب؟ قال عمر: حينها امرأة أصابت ورجل أخطأ، كل الناس أفقه منك يا عمر. هكذا الموقف يجب أن يكون من النصيحة البريئة التي تستند
إلى النص المحكم من كتاب الله والنص الصحيح الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في سورة أخرى عمر بن الخطاب رفع إليه أمر رجل تزوج امرأة وهي في أثناء عدتها من رجل آخر، وهذا أمر محرم بنص القرآن العظيم. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هكذا قال الله تعالى، حرم الله تعالى تزوج المعتدة حتى تنقضي عدتها بالنص، والإجماع منعقد على ذلك. فعمر حينما رفع إليه أمر هذا الرجل الذي انتهك هذه الحرمة وعمل هذه الجريمة، حكم طبعا عليه بالفراق لأن النكاح فاسد إجماعا، ولكنه اجتهادا منه حكم عليه بتأبيد تحريمها عليه معاملة له بنقيض قصده، لأنه قصد قصدا فاسدا وعمل عملا محرما مجمعا عليه يستحق العقوبة عليه، فحكم عليه بأنها مؤبد عليه تحريمها، والمعاملة بنقيض القصد لها مدركها ودليلها من الكتاب والسنة من عمومات الأدلة. لما صدر منه هذا القرار بتأبيد حرمة هذه المرأة على هذا الرجل، بلغ الخبر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقال: رحم الله أمير المؤمنين، إنما يكفيه أن يفرق بينهما ويترك الرجل بعد انقضاء عدة المرأة خاطبا من الخطاب، لأن الله تعالى لما أحصى المحرمات في محكم كتابه التي يحرم تزوجهم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وما صيغة عموم تدخل فيها هذه المرأة التي تزوج هذا الرجل في العدة يفسخ النكاح، ولكنها بعد انقضاء عدتها هي حلال له، خارجة من عموم، داخلة في عموم ما أحل الله تعالى من تزوج النساء بعدما أحصى المحرمات. فبلغ ما قال علي، بلغ عمر بن الخطاب ماذا قال عمر بن الخطاب؟ هو قالها عن اجتهاد وله دليل في الجملة، لكنه رأى أن الدليل صريح عام حجة في أفراده بيّنه الله تعالى في محكم كتابه. قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة. اعتبر ما صدر منه من اجتهاد عارض دليلا راجح الدلالة، وإن لم يكن صريحا راجح الدلالة، وعلى أن له هو مدرك، لكنه رأى عدلا منه وإنصاف أن دلالة دليل علي أقوى من دلالة دليلي.